حبيتكم توضحوه للناس انه ما كاش مشكل. ايه اقعد. قبيلة وش كنا نحكوا انا وياك كنا قاعدين هكا انا وانت تفهم علينا؟ تفهم؟ يعني لو في حاجة هقول لكم. ايش قلت لك على هذا؟ ايه قلت لي هيك. وانت وش قلت لي عليه؟ هو كان بيقول عليك انه بيحبك كثير. وانا وش قلت لك؟ هو تاني يحبك بزاف. معناتها انتم ما بيناتكم حتى مشكل. ما بيناتنا الناس عليه حط علاش حطت بيناتكم باللي كاين مشكل؟ ما فهمتش انايا واش ما فهم. بص هطلب منك طلب انك تسمعوا اللي انا هقوله بالظبط دلوقتي ايا كان بقى الكاميرات، يا ريت كل الكاميرات اصلا تبقى موجوده ومركزه معانا جدا، وهبقى قاصد ان انا اقول ده بكل صراحه. بص يا ابن الحلال، انت عارف كويس جدا سهيله قالت لك ايه؟ هل؟ ايه ده؟ لا استاذنكم بس خلاص. بليز بليز لحظة. انت عارف سهيله قالت لك ايه؟ صح؟ عشان احنا نبقى واقعيين. هل؟ وهي عارفه انا قلت لها ايه؟ وانت عارف انا قلت لك ايه؟ من غير ما نقعد نوضح الكلام اللي دار بينا. انا كنت متفق مع سهيله اتفاق. بدال هي قالت لك إن إن, ان 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 انت بالنسبه لها اخوها وان انت بالنسبه لها شخص قريب وعزيز وبتحبك والكلام ده. طريقه التعامل انا كشخصي عشان انا بحب ايهاب، طريقه التعامل انا مش عايزها توصل ان ايهاب يبدا ان هو يتعلق بشخص. وده من قبل ما ندخل الاكاديمي. وده كانت مشكله هي بتواجهها، يعني هي مش مشكله بتواجهها قبل الاكاديمي وقالت لي عليه. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده. فانا طلبت منها وقلت لها ده هيوصل الموضوع لكده، نتعامل بس، وهي طبعا لو في اي حاجه غلط انا قلتها هي ممكن تتدخل. يا ريت ان احنا نرجع نتعامل انا وانت وايهاب احنا الثلاثه مثل اصحاب. ممكن ان احنا الثلاثه من احسن الثلاثه اللي بيتعاملوا مع بعض. بس انت اللي اخترت انت اللي اخترت كده يا انا انت اللي اخترت كده. هرجع اقول لك تاني، انا اخترت ده عشان انا مش عشان انا متضايق من ايهاب. مني انا من انا الكلام ده كله انا الكلام ده كله قايله لكذا شخص لما حكيت معاه. قلت لهم انا مشكلتي ان انا حسيت ان ممكن حاجه تخليني يحصل مشكله بيني وبين ايهاب او ان انا اخسر الشخص ده، وانا بالنسبه لي مش عايز ده، انا الشخص ده يهمني. عشان كده مش عايز اخسرك. عشان كده لو وأنا تلاحظ انا مش عايز اخسرك. لو تلاحظ انا بعمل ايه دلوقتي من يوم البرنامج لحد دلوقتي بعمل ايه؟ بتعامل معاكم ما بتعاملش معاكم انتوا الاثنين، ولا بتعامل معاكم ما بتعاملش مع سهيل؟ بتعامل معاكم ما يتعاملش معايا. ليه؟ عشان انا اخترت الشخص ده لسبب. انا بالنسبه لي انا مش مضرور، يعني انا لو كلمت سهيلة انا مش مضرور، بس انت مضرور. انا بحس كده، مع انا حر في 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 تفكير، بس انا بحس كده. انا شايف خلص. انا لما شفتك يوم البراي انا شايف ان انت عدم مش عدم راحتك، ما بتبقاش مبسوط من مواقف معينه، مش مواقف معينه انا بتعامل مع سهيلة، بس في مشاكل بتحصل. انا شفت ان انت بتضحك، ان انت مبسوط حتى اليومين اللي فاتوا. انا بسمع ضحكتك وبسمع حركتك وبسمع 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 لما انتوا بتبقوا مع بعض، ده بسطني، مش مؤثر عليا في حاجه، انا مش متضايق. احنا انا وياك في نفس الموقف. تمام. انت بينت انا ما بينتش. عشان ليكو اذا شوفوا بصوا استنى انا غيرك اذا بتحكوا. لا بس لا 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 مش عايز يتحكم الموضوع. لا يا عمي ما تخلينيش احس نفسي ان انا يا بنتي. اقعدي اسكتوا بلاش حاجه ثانيه خالص. انا عارفه الموضوع اللي بنتكلم فيه ما فيش حد في نفس الموقف ده خلاص. ما فيش حد عشان ان انا انت ما شفتش ان انا زعلان، يعني ما شفتش ان ده مأثر عليا نفسيا، بس انا شفت ده فيك. عشان كده انا اللي عملت كده، انت ما عملتش عشان ما شفتش حاجه عليا. اوكي انا زعلت خلاص. انا زعلت يعني. يا سهيله انا زعلت. ناقشوا سهيله، خلينا ناقشوا الموضوع هذا دوكا. انا حبيت ناقشوا بس ثلاث فهمنا هكا ما لكمش تناقشوا هكا، راكم تجبدوا. استنى لا ما كنت انا تعصبت. احنا كبار مش صغار. هنتكلم في حاجه ثانيه خالص. اتصالحوا دوكا وما بيناتناش احنا الخساره. اوكي اوكي نعاودوا من دار جديد. انا اصلا بنتكلم في حاجه ثانيه. احنا كنا احنا بنتكلم في حاجه ثانيه خالص. مش عايز الحاجات دي. بنتكلم في حاجه ثانيه خالص. خلينا اسمعي وافهمي. بقول ان كان في حاجه ثانيه خالص. خلينا نتناقش. انت ما بينتش وانا بينت، يعني انت بينت انا لما زعلت من سهيله فانا كده بينت ان في مشكله. أنا 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 انت بتتعامل عادي معايا ومع سهيله فمش باين ان في مشكله، صح؟ الفكره بقى في حاجه، ان انا اللي بينت لسبب، عشان انا اللي شفت عليك حاجه ضايقتني ان انا اشوفها على ايهاب. لكن انت ما شفتش عليا حاجه، يعني انت مثلا ما شفتنيش ان انا نفسيتي تعبانه ولا قاعد ولا متضايق. لا شفتك. لا ثواني انا بص، في فرق ان انا اكون متضايق ان في شخص في الاكاديمي انا ما بتكلمش معاه سواء بعزه او ما بعزوش. في فرق بين وفي فرق ما وفي فرق ان واحد عزيز عليك علي. واحد عزيز عليك زعلان حلو، بس انا مش زعلان. انا زعلان ممكن اكون زعلان ان انا في شخص ما بنتكلمش مع بعض. حلو،
بس مش زعلان انه مأثر عليا نفسيا فهيأثر على الحاجه اللي انا جاي عشانها. انا بقى شفت ده فيك، شفت ان ده اثر عليك انت، وده يوم البرايم ودي نفس القصه. عشان كده قبل البرايم يعرف انا عملت ايه. والله العظيم ان اليوم ده فوقني، ما اكذبش عليك، اليوم ده فوقني. بقول لك بص، اقول لك على حاجه معلش، اقول لك على حاجه بصراحه. 10 سنين البرنامج ده شغال، الناس بتخش وتحب بعض، والناس بتخش وتتجوز بعض، والناس بتخش وناس بتخش. ده مش حاجه وحشه، بس مشكلته ان هو يتعمل بحاجه ان هي تديك الجانب الايجابي اللي يساعدك انك توصل. احنا بنتعامل معاه ورا، احنا بنتعامل مع الموضوع انه يرجعنا لورا. سهيله بتحبك او بتحبيني وبتعمل بح، واحنا كلنا بنعز بعض، دي المفروض حاجه تخلينا قدام. احنا مشكلتنا ان انا بتعامل معاه، انا بقى اتصرفت كده لسبب. انا انا يا عم انا مش هتكلم ان انا بفهم وان انا راجل دماغي كبيره، بس انا قادر اسيطر على وضعي، انا قادر اركز في الحاجه اللي انا جاي عشانها من غير ما انا اتعب. انا شايفك انت مش قادر تعمل ده، وده مش غلط. انت مش تعبان؟ انا مش مقصر. في فرق اكون زعلان وفي فرق اكون مقصر على مستقبلي. طب بس ايه، حابب يكون تعبان؟ انت فاهم قصدي؟ يعني انا مش زعلان. انا ممكن اكون زعلان عشان ما بكلمش مع سهيلة، وانا زعلان بس عدم كلامي مع سهيلة، بس انا زعلان عدم كلامي مع سهيلة مش مضايقني في شغلي، ده مقصر عليك في دروسك. بس انا هبقى زعلان اكيد انك ما بتكلمش على سهيلة. يا حبيب قلبي ماشي، دي حاجه حلوه، احنا كنا الثلاثه مع بعض. بس انا تصرفي هرجع اقول انا تصرفي بس كان عشان انت جاي عشان حاجه معينه، وانا شفت ان ده من يوم البرايم انا شايف ان ده اثر علي، والناس كلها شايفه ده. وانا لما تصرفت كده انا مش شايف ان انا عملت حاجه غلط. يعني انا عدم كلامي مع سهيله لو ده هيضرني، انا مش شايف ان هو ضرني في دروسي. ممكن ابقى زعلان عشان انا بعز الشخص وعايز اتكلم معاه، او مش حابب ان يكون فينا مشكله، بس بدخل دروسي بركز وبدخل بغني بركز. لا بركز. احنا خلينا صراحه في ده، انا شفتك غير كده، عشان كده ده اللي خلاني سحبت نفسي، لان شفت ان انت ما بتدعيش ان انا بتكلم مع سهيلة، بس من غير ما نتكلم في حاجه. اوكي، بس شفت ان انت وانت قاعد مع سهيلة وبتضحكوا وبتهزروا وفي مواقف لطيفه، انا بشوفك طالع بتنام وليه ما نضحكش، انا بشوفك طالع نايم بتضحك، بشوفك بتاكل بتضحك، ليه ما نضحكش احنا الثلاثه؟ ليه مش ما هو عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا شفت ان وجودي عامل ازمه بصراحه. والله العظيم وانت انت اخذت موقف بينك وبين نفسك، بس مش بيني وبين نفسي، بس انا شفت ده. لا وانا مش حكيت لك والله موقف. العظيم والله العظيم احنا انا مش حكيت انا بنحب جمعتنا احنا الثلاثه. اوكي، انا قلت لك انت ممكن تكوني انت فاهم انا بتكلم في ايه. انت ممكن تكوني بتعملي تصرفات انت بالنسبه لك عفويه، بس ما تعرفيش ان هي ممكن تسبب مشاكل. انا قادر اسيطر على المشاكل، انت مش قادر تسيطر على المشاكل. لا يعني انت لما بتزعل بيأثر عليك. بص 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 ليه جننتوني الاثنين؟ خليني عصبتوني انتوا الاثنين، انتوا انا متعصبت باسكو انا جبتكم لهنا باش مشي باش تحلوا وتجبدوا مشاكلكم. لا خصنا نوضحوا، احنا بنوضح خلصنا واضح كل شيء، انتم واضح كل شيء، خصكم ما يمكنش نكونوا رجعوا كما كنا الا ما وضحناش. واضح كل شيء. لا احنا جايين عشان خاطر خلاص، ما انا كنت ممكن بره اقول له يا ابني ما تزعلش مني وهو ما يزعلش مني، بس اصلا هو احنا لازم نوضح ان مفيش حاجه دلوقتي واضحه. والدليل على ده اللي من يوم البرايم لغايه دلوقتي انا والراجل ده اصلا بنتعامل مفيش بينا مشكله. طيب المشكله معايا انا وانت، يعني هما بيقولوا طيب الناس احنا بنتكلم احنا ثلاثه في بعض. ما هو السبب عشان انا لما اتكلمت مع الناس زي ما الناس بعدت قالوا ان انا اتكلمت على اهاب وسهيله، بس انا اتكلمت من اللي انا فهمته لك. ان انا لما اخترت ان انا ما اتكلمش مع سهيله اخترت ده مش عشان خاطر انا معايا مشكله بالظبط مع سهيله، انا اخترت ده عشان حسيت ان وجودي وان في حاجات ممكن تخلق مشكله بيني وبينك. لما اعطيك مثال، لما بتكون انت وسهيله بتكونوا فوق، اجي انا لما اجي ما باجيش وسطكم وبفرح وبنهيس. هاي حكايه. ماشي تمام. بصراحه اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه هاب احنا غلطنا بصراحه. يعني هي سهيله ممكن تزعل مني في الكلام ده، بس انا اقولها لها، وهي اما تقعد بينها وبين نفسها تعرف ان انا عندي حق. المشكله كلها عنده سهيله، لان لما كلمتها المره اللي انا كلمتك فيها صدقني انت لو كنت قاعد، يعني قلت اتكلمنا كلام كويس جدا، كلام فعلا لو كان مشي هي عارفه كان ايه اللي ممكن يحصل، بس انا فوجئت غير كده. ننسى اللي فات؟ ما فيش حاجه خلاص، ما فيش حاجه معلش اصلا. ليه ما فيش حاجه ننساها دي؟ ما فيش حاجه، ما فيش حاجه اصلا. انا فوقت، انا اقول لك ان فوقت بس استنى بتطلع من بالي ان انا ما بقولش انك عملت مشكله، بس أنا ممكن عايزة يكون غصب عنك، بس انا كنت محذرك قبل كده. بس اللي عايزه اقوله لك انه قبل شويه، سبحان الله، مش قبل شويه كنت بحكي بقول لك انه انتوا اتنين بتحبوا بعض كتير، ليه انا يعني بيكتبوا الناس ان انا عايزه اوقع بينكم او حاجه تلمح كده؟ ما هم ما كتبوش بالطريقه دي، بس لمحوا كده. طيب ليه انا بقول عباس ايهاب يحبك وايهاب عباس يحبك؟
فهمت ولا وانا اكذب عليك والله ما فهمت شيء والسبب هرجع اقول لك تاني الموضوع خلاص انتهى انا وهاب انا عارف انا وهاب ايه وهاب عارف القصه دي كلها برغم ان انا عارف من قبل البرايم من قبل البرايم ان انا او مش هقول ان انا وهاب بس ان ايهاب متغير من ناحيه عباس مش زعلان من عباس مش زعلان من عباس بس متغير من ناحيه عباس ايا كان في ايه بس ده خلاص ننساه ونرميه ورا ظهرنا اوكي حلو بس انا بتكلم ان انت في ايديكي حاجات صدقيني انت لو ركزتي فيها وركزتي في كلامي في ايديكي حاجات ممكن تخلي الموضوع الطف حاولي تستغلي ايهاب ان هو اخ وصديق وحبيب وكل حاجه حلوه في الدنيا زي ما انت قلتي لي انك بتعايز الشخص ده حلو وفي نفس الوقت حاول تستغل الشخص ده زي ما انت عايزه تستغليه زي ما انت عايزه تستغليه بس بالطريقه اللي تخلينا نتقدم لقدام ما نرجعش لورا بالطريقه اللي تخلينا نتقدم قدام انا واحد من الناس لو حصل ايه انا هدفي ان انا اتقدم لقدام وحتى اقدر اسيطر حتى لما انا زي ما انتوا شايفين انا ما بحكيش مثلا لو عندي مشكله ما بجيش احكي لحد انا بقعد اكتم جوايا لو في عندي مشكله عشان انا جاي لهدف معين وما بعرفش اتكلم كتير في اي مشكله عندي انتوا بيبان عليكم ان في مشكله وممكن تاثر على مستقبلكم دي بتبقى دي بتبقى, دي بتبقى دي بتبقى بتبقى اختلاف شخصيات انا لما شفت ده حسيت ان ايهاب انا ببقى شايفه مبسوط وانتوا الاثنين منسجمين مع بعض وانت نفس القصه خلاص مش لازم مش خدت جنب عشان خاطر بقى اسيبكم يبقى الصح ان انا اخد جنب بس انا حسيت ان الوجود بتاعي هو كان عامل مشكله فده اللي خلاني انسحبت بس غير كده انا ما عنديش عداوه ولا معاكي ولا معاك انا خدت موقف حتى لو انت شايف ان انا غلط ان انا خدت موقف بس انا يمكن اتصرفت بس ده ما بيغيرش ما بيغير بس انا ما اتغيرتش وانا كمان تغير معايا ما هو الناس متخيله ان في مشكله انا ما فيش مشكله ولا انت عايز كده ولا مش عليك حاجه ما قالوش مشكله بيني وبينك ولا بيني وبين سهيل قالوا لي انت ما مركزش وده صح وانت عارف انت مش مركز ليه وده صح بس اوكي وحتى انا مش قلت لك في السوشيال ميديا استنى قلت لك ايه في السوشيال ميديا قلت لك في سبب معين في ناس لازم تبتعد عنهم صح ولا لا جاوبني جاوبني صح ولا لا اتعامل عادي يعني اتعامل عادي معهم جاوبني صح ولا لا ناس بتعزهم جدا ناس تعزهم جدا مين الناس اللي تعزهم جدا انت عارف مين وانت عارف مين اقرب واحد حلو ما انا اقول لك بقى على حاجه صحيح تعامل عادي اقول لك على حاجه عشان خاطر فعلا يعني خلاص كفايه كلام في الموضوع ده بجد انا اقول لك على حاجه الناس قالت له كده هو مش لازم يبعد عن الشخص بس ممكن الشخص ده يتعامل مع الشخص ده بطريقه ما تضرهوش انا عارف انك ما بتضريش ايهاب انا عارف انك انت ما بتضريش ايهاب بس انت فاهمه انا بتكلم في ايه هو فاهم انا بتكلم في ايه يعني احنا كلنا فاهمين فبعد اذنك حاولي تفتحي ده شويه حاولي تفتحي دماغك شويه عشان في صعوبه في عدم التوصيل للموضوع وصلت انت لا اصل عشان في حاجات كده صغيره لو فهمت وصلتك فهمت لو وصلتك صدقني انت الموضوع بالنسبه لك هيبقى فعلا مفهوم فهمت بس لو عرفت بما انك بتتكلم مع سهيل وصل لها ده بالشكل كويس عشان هي بتصغر دماغها وبتتخيل ان انا لما بتكلم هي انا هسكت هي خالص خلصت انت اتعامل معاها ركز انت بدل انتوا الاثنين مع بعض في الايفال ركز انت وهي في الايفال بتاعكم حطوا دماغكم كلها في الايفال واي حاجه حلوه تانية فكروا فيها برضو في الايفال يعني معزتك ليها ومعزتك ليا ومعزتها ليه ايا كان بس خليها خلينا لقدام يعني خليها تبقى خلينا مبسوطين ما نبقاش زعلانين من الموضوع مأثر علينا في الايفال او مأثر علينا عموما خلصنا فهمت فهمت